وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية اتفاقيتي قرض ومنحة مع المملكة الأردنية الهاشمية، وتبلغ قيمة القرض 18 مليون دينار للإسهام في تمويل مشروع ميناء الشيخ صباح الأحمد للغاز الطبيعي المسال، فيما تبلغ قيمة المنحة 20 مليون دولار أمريكي، وذلك لاستكمال مشروع إعادة تأهيل المباني القديمة واستحداث أقسام جديدة في مستشفى البشير للإسهام في خطة الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين. اللي وقعناهم اليوم هم تتويجا لمجالين، الأول خاص بالقرض نفسه اللي هو تقريبا 18 مليون دينار كويتي، استكمالا للالتزامات المعلنة لدولة الكويت في مؤتمر مكة الذي كانت في ذلك الوقت إبان قيادة الأمير الراحل المغفور له الشيخ الراحل أحمد، وتتويجا لتوجيهات سيدي صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي عهده الأمين. والاتفاقية الثانية كذلك هي تتويجا لالتزامات دولة الكويت في مؤتمر بروكسل للاجئين السوريين، عبارة عن منحة ب 20 مليون دولار أمريكي، ما هي إلا التزام من دولة الكويت تجاه الشقيقة المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبد الله، وهو تأكيد مباشر سواء من مجلس إدارة الصندوق وعلى رأس معالي الأخ الدكتور الشيخ أحمد ناصر الصباح بالتوجه اللي أمر فيه بتقديم كل الدعم للمملكة الأردنية الهاشمية. توقيع اتفاقيتين راح تمكن الحكومة الأردنية من تنفيذ مشروع استراتيجي راح يخدم قطاع الطاقة، وهو مشروع وحدة التغييز الشاطئية، وهذا المشروع حيوي واستراتيجي لتعزيز منظومة الطاقة في المملكة. أيضا الاتفاقية الثانية اللي وفرت من خلالها صندوق منحة إضافية بقيمة 20 مليون دعم اللاجئين السوريين، خاصة لدعم جهود المملكة الأردنية في توفير خدمات الصحية لعدد كبير من اللاجئين السوريين المستضيفهم في المملكة. بمناسبة لأشكر قيادة وحكومة وشعب الكويت على كل الدعم اللي وفره لشقيقته الأردن.